فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مواصلين في استقبال ضيوفنا. اكيد سمعت الناس الكل بتفشي كوفيد 19 بين الانديه التونسيه، لو كلوب لاسبيرونس، كذلك رجيش اولمبي البيجي. حديد الانديه تعاني من المرض هذا ومن الوباء، يا الله يعافينا ان شاء الله ويعافيكم الله. معنا حبينا ناخذ تداعيات الوباء هذا على الكوادر الجايه والملاعبيه بصفه عامه. خذينا الدكتور سهيل الشامي طبيب المنتخب الوطني التونسي. دوك اهلا بك. اهلا وسهلا، شنو الاحوال؟ لاباس، اهلا مسامعين، كل شيء الحمد لله. شنو الامور انت؟ والله لاباس الحمد لله، احنا نحضروا في ستاج نتاعنا وان شاء الله عندنا ان كونفيت التونير وان شاء الله ربي يسترنا وقايت ان شاء الله المنتخب باش يخرج ام تونس الكل ان شاء الله. ملاعبيتنا لاباس تاع المنتخب الساعه خلينا نستغل فرصه وجودكم معنا. والله بالنسبه للملاعبيه نتاعنا كلهم الوقت الحاضر يتمرنوا لعبوا، دونك اللاعبيه حتى اللي في تونس البارح خذينا تحاليل نتاع لاعبين نتاع الترجي، لاعبين الافريقي، كلهم لاباس والحمد لله رب العالمين، لاعبين نتاع ليتوال زاد كيف كيف، دونك ان شاء الله ستاج يمر في احسن ظروف ان شاء الله. دونك دكتور نسالك على الموضوع الاساسي نتاعنا الكوفيد، اكيد الموضوع ساعة في تونس، حابين نعرف شنو تداعياته على الكوارجية، خصوصا سورتو نعرفوا يسبب مشاكل في تنفس العبد العادي بينما خلي الكوارجي، معناها شنو تداعياته على الملاعبيه دكتور؟ والله بالنسبة لساعد مرض الكوفيد اللي قاعد يتفشى بصفة معناها غير عادية تو في العالم الأجمع، أول حاجة هي باش نبداو بنصيحة، دونك الناس لازم ترد بال على روحها، وفما برشا تسيب نشوف فيه ونلاحظ عليه في البلاد، من جملة التسيبات هذيا معناها الإنسان اللي عنده شوية عوارض ويدخل معناها في المجتمع ويقعد في جروب إتسيترا، ماذا بينا معناها الإنسان تاخذ تتوعى شوية من الناحية هذيا، دونك هذيا الحاجة الأولانية. ثاني حاجه بالنسبه للملاعبي، ماك تعرف كوفيد اذا كان معناها يطلع بوزيتيف للملاعبي فما بالعوارض ومي بدون عوارض. بالنسبه للكوفيد بلس بدون عوارض يتمرن وحده ما فما حتى مشكله، يكمل التمارين نتاعو ما دام ما عنده حتى عارض، حتى لا قدر الله كان حس حاجه وقت يقطع التمارين نتاعو، مي بالتمارين نتاعو بيان سور فما شويه وقايه نقوم بها، يتمرن لوحده اولا، ثاني حاجه ياخذ شويه فيتامينات متقويات، يرقد مليح، يركوبيري مليح، يبعد شويه العائله نتاعو، يقعد اون كونفينمون بيرسونيل، دونك هذا بالنسبه للانسان ما عندوش عوارض. اما الانسان اللي عنده عوارض معناه هو الراحه والخصوصيه الكونفينمون 14 يوم في يوم بعدها ما نجم يرجع للميدان الا ما يعمل 2 تحاليل سلبيه، معناه التحليل الاولاني يتعمل بعد 7 ايام من التحليل الاول اللي هو خرج ايجابي، والتحليل الثاني يتعمل 5 ايام بعد التحليل الثاني اللي هو التحليل الثاني اللي كان معناه سلبي. دونك يرجع للمجموعه يجب عنده 2 تحاليل سلبيه. دونك كما تعرف معناها كوفيد اكثر حاجه باش يمس هو يمس الرواري، لا السيرو الرواري الجراجم والخشم اكسترا، يعمل فشله العوارض نتاعو انه حاسه الشم تتنحى، حاسه معناها التذوق كيف كيف يفقدها، يولي تعب شويه، يولي فاشل شويه الوجه نتاعو، حتى ما عادش يحب ياكل مليح، عنده ضيق التنفس ولو هذيك معناها في درجه متقدمه، وفي درجات اخرى ينجم يسبب حتى لا قدر الله معناه انسداد على شرايين القلب وشرايين معناه بصفه عامه. بعد ما حتى بعد ما يتجاوز المرحله نتاع المرض دكتور، يقعد الملاعب عند فما مخالفات يخلي المرض عليه ولا لا؟ لا، هو توا دخلنا في لا بيريود دو باناليزاسيون دو فيروس، معناها ما فماش مخالفات، شو اللي كيما الجريب كيما صار قبل معناها H1N1 وصار مع الجريب، شو اللي اون جريب معناها كل انسان نجم يمرض به، مي شكون الجريب اذا تقتل ما تنساش معناها برشا ناس يموتوا من الجريب. دونك بالنسبه لي نحن طونك لي جون صغار دي جون صعيب شويه، وسورتو كوارجي نورمالمون معناها الاولاد نتاعنا الرياضيين نتاعنا من الصحه نتاعهم جيده بيحاولوا يتغلبوا عليه وما فماش دي كومبليكاسيون كبار. وحد الى حد يومنا هذا ما صاروش دي كومبليكاسيون. وتاكيد معناها واحد معناها صارت له كومبليكاسيون من ملاعبيه فهمتني ولا توفى بها. هو تأكيد الكلام اللي شفنا ظهر لي عمر الذكر رجع متألق بعد إصابته بكورونا، كيف كيف حتى في العالم نيمار وغيرهم من الملاعبية رجعوا يكوروا معناتها في صحة جيدة. النوادي شو لازمها تعمل دكتور باش تعاد توقع أكثر ما يمكن من الحاجة هذه؟ والله شنو يعني قلت لك أنا هي الحكاية كل حكاية ريا معناها غواري أنا الكوفيد يمس ريا فهمتني؟ وتقعد معناها حالات نتاع ريا. هذوما الأشياء اللي يخليهم معناها الانسان ما لازم يرد باله شويه، اذا كان عنده عوارض ماذا بيه في اقرب وقت في اسرع وقت يتصل معناها بالدكتور نتاعو ويحدد له معناها العلاج ويحدد له شنو في اي مرحله من المرض هو موجود، هذا مهم جدا. توا الحاجه الباهيه احنا عندنا في تونس باش يدخل التيست ثيرابيز معناها اللي يعطينا فكره اللي هو معناها وقع اصابه نتاعو بالكوفيد ولا نعرفوه،
ولو حتى التيست بتاعي يكون نيجاتيف، التحليل الدموي بالدم نعرفه اللي هو مثال مر عليه الفيروس هذا وكون مناعة نتاعه اللي هي مناعة وقتية معناها، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله من ما فماش معناها دي كومبليكاسيون ماجور يقعوا الرياضيين نتاعنا. دكتور نعرفوا اللجنة الطبية عندها كلمة في امكانية عودة البطولة ولا باش تكون خاصة بعد تفشي الكوفيد في برشا جمعيات، شنو توقعاتكم، شنو قراءتكم في المرحلة القادمة؟ والله اللجنة الطبية هي أهم لجنة توا، ما كتعرف يعني توا في وقت وباء أكيد، والوباء هذا هو اللجنة الطبية معناها الأول هدف نتاع اللجنة الطبية هي الوقاية، معناها يلزمها معناها تقوم بحملات وقائية كبيرة ياسر وتوعوية بالنسبة للاعبين بالنسبة للمسؤولين. والوقاية سهلة معناها مش حاجة صعيبة، الوقاية أول حاجة هي البافيت، هي البافيت دونك ما يلزمش إنسان يستسهل ويقول لا وصحابي لاباس ولا أولاد الحومة لاباس ولا العائلة لاباس، يدور خاصة لاعب يكون معناه بروفيسيونيل يكون عنده بافيت، هذه لو حاجة الأولانية. ثاني حاجة وكيف كيف لما الوقت اللي باش يخرج لازم يغسل يديه، لازم عنده لجيل الكو معناها لجيل نتاعو هيدرو الكوليك معاه ديما موجود، ديما يمسح يديه، ديما يغسل يديه بالصابون كي يروح لدارو، هذا حاجة مهمة جدا. الحاجة الثالثة هي لا ديسونساسيون معناها لازم التباعد، هذا زاد كيف كيف ماذا بيك حتى كي باش تقعد في بلاصة ولا حاجة تكون يا إما عندك فرصة باش تعمل التباعد هذا، ما كانش مش ملزوم عليك انت باش تكون موجود في اماكن اللي معناها الناس تجمع فيها قهوه مثال ولا عرس ولا حفله ولا سهريه وتنفتني ولا معنى ماذا بيك انت كلاعب وخاصه اللي هذاك العمل نتاعك وذيك الخبزه نتاعك انك تحافظ على روحك فهمتني ولا من الناحيه هذيا باش ما يتقاش ما تعديش الزملاء نتاعك لا قدر الله اذا كان واحد وقعدت له اصابه. نفهم من كلامك باش نتعايشوا معاه، معناها باش ترجع الشامبيونال روحك نحاولوا نتعايشوا معاه هكا دكتور، مثل ما شفتوش الموضوع. لا لا الموضوع شفناه وفما تعايش معاه في العالم الأجمع فهمتني ولا لا، شفت انت معناها تقريبا معناها قليل جدا من البلدان اللي في العالم اللي هم موجودين في المنطقه الخضراء، فمن اكثريه المنطقه هي الحمراء، اكثر واحدة هي منطقه حمراء بصفه كبيره جدا. دونك كما قلت لك معناها ماشي وفما لا باناليزاسيون نتاعو معناها تصير حاجه مرض عادي دونك نتعايش معاه وما عندناش نوقفوا حتى شيء. وشفتوا شنو وقع الكونفينمون معناها شنو السبب نتاعو، اللي باش يقع في الكونفينمون الا الحالات الكبيره فهمتني ولا، وان شاء الله ربي يسترنا تو معناها في العالم الاجمع باش نتعايشوا معاه، وخاصه معناها فاهمين الموضوع هذا اللي يجي نهار والفيروس هذا باش يضعف معناها البدن باش يقاومه، وقد ما تكسر العدوى معناها حتى تو فما حوايج سلبيه وحوايج ايجابيه. تو السلبي هو سيفري انا معناها الناس اللي عندهم ديتار اللي عندهم امراض مزمنه اللي عندهم امراض خطيره اللي ما عندهمش مناعه اللي عندهم قصور كلوي اللي عندهم امراض قلب سكر اتسترا، هذوما ينجموا تصير لهم مشكله لا قدر الله ويزم يردوا اكثر بينهم من الناس الاخرين. بالنسبه للاخرين التعايش هذا ما باش يصير موجود معناها تو براتيكمون كيما تشوف انت المترو يزمو يخدم البيوت يزمو يخدم، دونك جوست الحاله نتاع التوعويه والعدد باش يكثر مهما كان التكاليف باش يكثر باش يوصل معناها ان بيك معين ثم باش يعاود ينزل في العالم الاجمع وتصبح معناها ان فيروس بنات. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص كوفيد 19. موزيكا ثم زلنا مواصلين في بلاي حتى الماضي 3:30.